السلام عليكم، أهلا الإخوان، تحياتي واحتراماتي لجميع الإخوان الأصدقاء ديالنا، هو الطائر الحسون بدون استثناء. فهذه الحلقة في إطار حلقة تواصلية مع الإخوان، مواكبة لابتداء الموسم ديال التلقين على الخصوص، ونحاول من خلالها ربما بواحد الطريقة اللي هي وجيزة قبل الدخول والشروع في المواكبة الحقيقية لمراحل التلقين، كما تم يعني الشرح ديالها والتفكيك ديال الشفرات ديالها في الحلقات السابقة، يعني كنهضر على المراحل ديال التلقين والتعامل وما إلى ذلك. فارتأينا أنه قبل يعني الابتداء في هاد المراحل، هناك مرحلة اللي هي مهمة جدا، أو ماشي مرحلة ولكن واحد الاختيار، واحد لا ديسيزيون كياخذها المولوع، واحد لا ديسيزيون، واحد القرار اللي متعلق بشريط التلقين، انه مهم جدا. فالطيور غادي تدخل، الطيور طبيعة الحال كما اتفقنا بواحد العدد اللي هو الاخوان المعقول، يعني حاولوا دائما هاد المسألة تكون في البال ديالكم. الى جانب انك تحصل على الطيور، خاصك الشريط اللي غتخدم به، ومن خلال هذه المرحله الاخيره في الشهور الاخيره، انا غبت شويه على الساحه، اللي ما اندمجتش بزاف مع الموالي المحليين ديالنا، ولا غير عبر يعني تواصل خفيف هكا، ولكن انا كمولوع كتعرفوا المولوع دائما يتابع يراقب عن بعد، ما نقولوا يسترق السمع من بعيد وكنحاولوا نعرفوا يعني الاجواء كيفاش دايره في الولاعه، وشنو المسائل، فين غاديه الموجه، فين غاديه كما نقولوا بواحد المفرده اللي مشهوره الان في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي تسمى بلا توندونس كما كيكتبوها باللغه العربيه، لا توندونس. فمن خلال التتبع ديالنا الاكتواليتي، يعني المستجدات، ولا ما يدندن في 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 ذهن الموالي مؤخرا. وهذه مساله جميل جدا، والانسان دائما ياخذ واحد الوقيته يرجع للور، يرجع للور بحال قلتي، غادي يبدا يطل غير من الفوق اشنو واقع. هذيك مهمه بالنسبه للمولوع، ملي كتكون داخل كما نقولوا الحمام ولا دون لو بان، ما كتمشي مع الموجه. بعض المرات المولوع خصو يدير واحد لابوز شخصيه، يرجع للوراء ويشوف اش واقع، ويحاول كما نقولوا يلقى نفسه هو في هذيك لا توندونس بين قوسين. انا استعمل كلمه توندونس، ولكن واحد المغزى لي واحد المغزى مضبوط جدا غادي نوضحو. هذا المساله ديال الطوندونس عندها علاقه واحد المفهوم اللي جبته في الحلقه الاخرى، كانوا بعض الاخوان اللي تكلموا معايا في الهاتف تواصلوا معايا عبر مواقع التواصل واستفسروني على واحد المفرده نطقتها في الحلقه الماضيه، سوف اتطرق اليها في هذا الموضوع. فملي كترجع للوراء كتبان لك واحد الصوره واضحه على ما يقع داخل الحقل الولاعي، سواء محليا عندنا في المغرب، سواء حتى في الجزائر ولا في البلدان الاخرى الصديقه، لان احنا عندنا الهوة الحسون عندنا هم مشترك، عندنا واحد الهاجس اللي هو مشترك، سواء في المغرب سواء في الجزائر سواء في تونس سواء في سوريا سواء في فلسطين، فدائما عندنا نفس الهاجس. يعني ما نعيشه نحن المغاربه هو الطائر الحسون بصفه عامه، هو التلقين الحسون بصفه خاصه، فنفس هذاك الهاجس يخيم على اخواننا الجزائريين وجميع الاخوان اللي كيتداولوا ولا اللي كيديو يجيبوا في هذه المواضيع ديال الحس. وهو الموضوع هو اختيار الشريط مهم ومهم جدا. وهنا كما تكلمت في الحلقه السابقه على القياس ديالك في الاعداد ديال الحسون، فكذلك هذا المفهوم ينطبق على اختيار الشريط. لاحظنا الاخوان غيكونوا متفقين معايا بانه دائما في واحد المده زمنيه، واحد
واحد الوقيته اللي كيكون التلقين كمل، الاخوان خرجوا عندهم النتائج وما الى ذلك، كتخرج لينا في الساحه واحد لا طوندونس، واحد لا طوندونس ديال واحد الشريط يتم التطبيل ولا الاشهار لبعض الاشرطه. ما لا نحتاج لذكر اسماء الاشرطه ولا هذا، حنا كنهضروا عموما الاخوان كيعرفوا المغزى ديال الكلام ديالي، فلا اقصد شريط بحد ذاته ولا اقصد اشخاص بحد ذاتهم، ولكن اتكلم عن المفهوم. لا نناقش الاشخاص ولكن نناقش الافكار ولا ردود الفعل ديال الموضوع فيزافي ديال واحد الشريط. غادي نكونوا متفقين على الاخوان، فالنيه صافيه، النيه صادقه، لا نقصد احدا. كتولي واحد لا طوندونس ديال واحد الشريط، الكل يدندن بذلك الشريط. اش كيوقع؟ هناك واحد الفئه ديال الهوات وخاصه المبتدئين اللي كيكونوا جالسين وكيتصنتوا ما يروش شريط فلان فلاني، واش عندك هذاك الشريط هذا جيبو، ولا ماشي هو هذاك راه ناقص هذا بواحد، وكتنوض واحد الرجه واحد 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 روينه على واحد واحد الكلام اللي هو معين. كيف هذاك الكلام تشهر ولا كيف هذا؟ لا نعلم، انا ما عنديش علم صراحه، بعض المسائل هذه لا اخوض فيها ولكن اتتبع وكنحاول اي طوندونس كنحاول كنحاول نسمع ليها، لان دائما خاصك كما نقولوا خاصك تكون على درايه بما يقع في الهوايه، لان بعض المرات الى شي كيفوتك القطار، ولكن باش كتعرف فين وصلت الامور انت كتثبت راسك واش انت باقي غادي على واحد الخطه اللي هي رزينه ومحكمه وواحد شويه ديال الرزانه، ولا ربما خصك تبدل المسار ديالك. وهذيك لا طوندونس يعني داك الشريط وهذيك المجموعه ديال الاشرطه اللي ولات مشهوره في واحد المرحله معينه، ربما راه اشرطه ممتازه وخصك تخدم بها، وربما تخرج لك الطيور وما الى ذلك. اختيار الشريط ماشي بلا طوندونس، لكن هضر على المولوع اللي كيبني الذات ديالو الولاية، اللي كيبني يعني المعرفة، كيأتت المعرفة الولاية ديالو. اختيار الشريط شكون اللي كيختار لك الشريط؟ هو انت بكل سهولة وبكل بساطة. كيف؟ هنا غادي نحاول نقسم الاذان ديال المالي الى عده اقسام بغض النظر على لي ريتم دو شون، يعني على الكوبيات الموجوده في الساحه، كوبيه مالاكا، كوبيه سبتا، حتى الكوبيه الودانيه. الاخوان تحياتي بعدا للاخوان ديال الودانيه، نحبهم واعزاز علينا ونحترمهم كثيرا، ورانا خوضوا في كما نقولوا في حرفتهم، حرفتهم هذيك ما نتطفلوش عليهم، ولكن نناقش كل ما هو تغريدي ما عليناش. انا ذكرت الودانيين غير باش من لاننا يعني حنا اسره واحده، كل واحد كيخدم بالريتم ديالو، سواء الناس ديال مالاكا، الناس ديال سبتة، تحيه ليهم كبيره الناس اللي باقيين كيخدموا بالريتم ديال سبتة، نتمنى لهم انهم يرجعوا لك التوهج ديالهم، وانهم يتحفونا ببعض الطيور اللي صراحه اشتقنا لسماع طيور من الصنف ديال الكوبي ديال سبتة. تحياتي للاخوان كاملين، سواء الاخوان البيضاويين ولا جميع انحاء المغرب. ف غادي نقسموا الاذان ديال المواليع الى عده اقسام. غنبداو بالريتم ديال مالاكا، يعني الكوبيه الاسبانيه، بين قوسين ما كنبغيش نسميها ريتم مالاكا، لان ليس هناك شيء اسمه كوبيه مالاكا. هاد القضيه ربما نتكلموا على شي نهار نفصلوا مزيان في هاد الطرقان ديال الكوبيه الاسبانيه. ما كاينش حاجه سميتها كوبيه مالاكا، وكل احتراماتي الاخوه اللي كينطقوا بهذا الاسم، فتحنا كنطقوا به علاش للتواصل، ولكن نسميها فقط الكوبيه الاسبانيه، لان دخلتي سميتها كوبيا مالاكا خاصك تثبت ليا علاش سميتها مالاكا، الوغ هي ما جاياش من مالاكا، هذا بين قوسين. ف
الاخوه اللي كيديروا اللي بغاو يديروا كوبيا مالاكا وغيبداو الموسم بغاو يلقنوا كوبيا مالاكا، فيهم واحد جوج ولا ثلاثه د الاصناف، الاذون ديالهم فيهم ثلاثه د الاصناف، كاين ما نسميه هادو تسميات شخصيه ديالي انا. انا قسمت الاذان ديال مالي الى الطرقان هادو في الكوبيا الاسبانيه بين قوسين كوبيا مالاكا. كاين اللي الاذن ديالو كما كنقول انا اذن حرشه، اذن اذنه حرشه، حرشه في السمع، بمعنى انه منين غادي يحف الطائر ديال مالاكا كيبغي يسمع هذاك لو شون ديالو ولا داك التغريد ديالو هذيك الكوبيه، ولكن ممزوجه بهذيك الحروشيه ديال الطبيعه. ذوقوني مزيان الاخوان، لان هذاك الريتم ديال مالاكا واحد الريتم اللي كيمشي فوق واحد الحبل اللي هو رقيق ورقيق جدا، يمزج بين جمالية التغريد وخاصو يكون فيه واحد شوية ديال الحروشية ديال الطبيعة. هذول الإخوان يعني راسخون في الريتم ديال مالاكا غادي يفهمون المغزى ديالي، وربما حتى الإخوان غادي تفهمون، لأن ربما كنستعمل بعض الكلمات اللي كنظن ماشي فيها شي ماشي مشفره ولكن واضحه. الريتم ديال مالاكا الاسباني كيكون فيه واحد لافاس من الكلام اللي هي كوبيا تغريد، يعني في واحد الجماليه في واحد النقيص هذا، ولكن خاص تكون في الظهر ديالها واحد شويه ديال الحروشيه ديال الطبيعه. ربما نقدر نختار نبارطاجي في مثلا كيبانوا لي شي طيور في اليوتيوب اللي فيهم هاد 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 الخصله هذه، ولا هاد الوصف هذا، ولا هاد النعت ديال التغابي كتسمعوا مالاكا، ولكن فيه واحد المغيزه ديال الطبيعه. هادي اذن انت كمولوع اللي كتحترم راسك وداخل لهاد الهوايه خاصك تكون عارف راسك انت واش من هاد الصيف، بمعنى انك خاصك تقلب على الشرائط ديال التغريد اللي كتمشي مع المواصفات ديال هادشي، كتمشي مع الودن ديالك، باش منين غادي تكون في المحل ديالك ورويتي داك الفرخ غادي يدير لك واحد الاشباع، وغادي تشبع منه في واحد اللذه في الاستماع، وغادي كما نقولوا حنا كنقولوا بالدارجه المغربيه غادي تولع، تفهم. هذه الاذن الاولى، الاذن اللي سميتها اذن حرشه. ملي كنقولوا حرشه فهو غير ماشي واحد الوصف اللي هو قدحي، ولكن واحد الوصف اللي هو عميق جدا، عميق جدا، لان اون فوا الا ما خرج ليكش الطير مزيان راه كتلعب ما بين كوبيه والبلديه اللي بين قوسين، ما تاخذوش المفردات ديالي بواحد الاتجاه اللي ماشي هو هذا، يجيب لك كلام اللي هو ديال مالاكا فحال الشريط، ولكن يقدر يفيري يخرج لك بلدي، كيتنطق بكلمات ديال الكوبية بطريقة بلدية. هذا واحد الصنف، فإلا كنتي نتا من هاد الصنف خصك تعزل الشرائط من هاد من هاد من هاد هاد الوصف هذا. كاين واحد الصنف واحد آخر دائما في الكوبية ديال مالاكا اللي كنقولو ليهم عندهم واحد الودن رومية، هو باغي يدير مالاكا وغادي يخدم بلو ريتم ديال مالاكا، يعني الكوبية الإسبانية، ولكن عندو واحد الودن اللي هي كنقولو ليها حنا رومية، وخاصة الإخوان اللي كيكون عندهم الودن الرومية يكونوا جايين واحد جوج اتجاهات، يكون إما دوز واحد لو ريتم اللي هو رومي محض، وأقصد بذلك الكوبية ديال السبتة كتكون ودنو مريقلة على الريتم السبتاوي، وشاءت الأقدار أنه قلب الفيستا ولا كيخدم الكوبية الإسبانية فكيجيب هذيك الرواسب ديال تا روميت ديال الولاعة الرومية في ودنه، وكيبغي انه هذاك اللذة في السماع للتغريد الرومية انه يوظفها في الريتم المالاكي. وعنده من قطع الغيار في التغريد سواء الاساسية سواء المركبة ما يشبع الهواء ديالو، يقدر كيمشي للبوح، كيمشي للحداد، وكيمشي لبعض التغريد اللي هي كنقول احنا مفخمة فيها الطنطين، وكيحاول يدير واحد الشريط اللي كيشبه منه هو اول. هذا واحد الصيف،
في هذا الصنف الا شي مولوع مبتدئ الا عنده هذا الميول الرومي خصو يقلب على الشرائط اللي فيها هذا الميول الرومي. هذا لو دوزيام لا دوزيام كاتيجوري ديال الاذن ديال الموضوع دائما في الريتم ديال المالاكا. كاين واحد الصنف اخر اللي عنده واحد الاذن اش كنقولوا ليها سنستعمل واحد الكلمه اللي ما فيهاش واحد شويه ديال القدح واحد الودن حساس بيا كالكيلاتريس عنده ودنيه فيها اله حاسبه. هذا النوع هذا هو بوحدو هذا النوع كيكونوا من المحبين ديال التباري وديال لي كونكور. بالنسبه لي هو جيب لي الطير ولا التركيبه فات لوقات حرشي فات لوقات روميين فما كيهمو والو كيهمو هو كالكيلاتريس في الاخر خاصو الطير يضرب لي واحد العدد ديال النقاط باش منين يحطو في المباراة يحمر لي وجهو ويربح. وهذا مسألة مشروعة يعني وحنا كنا تكلمنا نيت على الحلقة الماضية بأنه على حسب الميول ديالو مشروع عنده يعني عفوا عنده هدف أنه يشارك في مباريات وهذا فعادي مكاينش هذا عنده ودن ديالو بوحده. إذن خاصو يقلب على الشريط ليلبي هاد الرغبة هادي. تفهمنا لقينا ثلاثة دابا. كاين واحد نوع واحد اخر لي فحال النوع الثالث اللي هو النوع حساسبي واحد النوع عنده اذن طماعة وهذا هو اللي صعيب انه يترقى وهذا هو اللي كنقصد به اللي كيمشي مع لا طوندونس ديال السوق. وهادو هما الناس اللي خصنا ننصحوهم سيرتو في البدايات ديالهم انه كيمشي يلقط سمع هاد الشريط واعر كيمشي ياخذو كيسمع هاد الشريط واعر سمع واحد شي واحد عنده واحد الاغرودة واعرة وكلشي كيتكلم عليها خصو يمشي يحصل عليها وكيشد هذا كنسمي الاذن الطماعة. خصو الشريط يكون فيه كاع داكشي اللي كيدور في لا طوندونس باش اللي قال ليه شي حاجه يقول لي راه عندي في الطير راه عندي في التركيبه ديالي. هذاك طماع ماشي هو اللي طماع السميح الودن ديالو طماع وهذا هو اللي كان سميه انا. وهذه المفهوم اللي استفسروني عليه الاخوان يقول لي مراد اش كتقصد بالمراهقه الولائيه. هذه اللي كنقصد بالمراهقه الولائيه هو الصنف الاخير. ما راه ملي كنقولوا كلمه مراهق راه مساله عاديه كنا دزنا مراهقين من الاول كم حتى الاكبر هنا كنا دزنا مرحله المراهقه. فمساله المراهقه ماشي ليس سبا ولا قدح ولا لا هي مرحله كتعيشها عادي ما كاينش مشكل. هاد الناس هادو هما اللي كيتبعوا لا طوندونس العاد في شي حاجه خصو يحصل عليه ويخدم بها. هاد النوع هذا كيضيع الوقت بزاف يضيع الوقت بزاف. حنا ما كنقولش انا واش يضيع الوقت باش يخرج الطيور ولكن كيضيع الوقت بزاف في الهوايه. ما كاينش هناك تنميه ذاتيه ديال المخزون المعرفي ديالو الولائي ديالو الا مشى في هذه الطريقه هذه. وللاسف هناك العدد الكثير من الاخوان اللي كنعرفهم اللي من نهار عرفناهم وما غاديين في هذه الطريقه هذه كتبان شي حاجه خصو يديرها. كاين بعض الناس بارك الله لي من نهار عرفناه كيخدم بواحد لو ريتم وباقي عليه الى يومنا هذا 10 سنين 20 عام 30 عام كيخدم نفس لو ريتم. هو سيفري الكلام كيتطور ماشي كيتطور ولكن كتدخل التغاريد جديده كيبان كيتسجلوا طيور كيبان طائر جاب واحد الاغروده بطريقه اش كيدير كيخلي التوابيت نستعملوا هذه الكلمه التوابيت ديال الشريط ديالو كتبقى القواعد ديال وكيعرف كيفاش يدخل هذوك كنقولوا نسميهم دي ميزاجور يعني يتم تحيين التركيبه ديالو. هادو تبارك الله الاخوان اللي واصلين كيديروا هذه العمليه هذه ونحييهم واستفدنا منهم كثيرا وهي الطريقه اللي مشينا فيها. المغزى من هذا الكلام كامل هو انه راه ماشي مشكل انك تتبع شي شريط اللي هو مشهور
ولكن خاصو غير يكون انت تكون انت عندك هذاك الميول، حيت حنا خصنا نبنيو في المولوع ما نبنيوش في الطير. الطير غادي يقدر غادي يروح وغادي يدوز عندك ما شاء الله ديال الوقت وغيموت، وغتبقى لينا انت. انت خصنا نلقاو فيك الفايده وفيك الفايده للناس اللي جايين من بعد. الطير غتكسب الطير العام الاول، ضربتي طير واعر، شهرت كونكور، ربحتي كوب، تباع مع شحال أثمنة خيالية، وثانية مسألة الأثمنة حتى هي غنتكلمو على شي نار، ومات الطير ولا بعتي ومشى، وانت بقيتي لينا انت، اش غنديرو بيك انت؟ طيرك مشى، انت راك جالس معانا انت، يلاه انت محسوب علينا، ولكن خصنا نلقاوك عامر، نلقاوك شديد، باش انت واحد الوقيتة منين يجو ماليه جودو تعرف ما تقول ليهم، اش كاين واش كاين واش كاين واش كاين. إذن أول مسألة اللي هي مهمة الإخوان هو اختيار الشريط، ولا داعي نقولها لكم الإخوان، من هنا أنا من الناس اللي فيش كيقول لي شي واحد شنو هو الشريط نحفظ فيه ما عمري نجاوبو، حيت الجواب ديالي راه ضمنيا من خلال هاد الحوار هذا. حنا خصنا نبنيو في المولوع، نعلمو المولوع أنه يفكر بذاته وتكون عنده واحد الإستقلالية ديالو، إستقلالية من جميع النواحي، وثقوا بيا الإخوان سيرتو الناس المبتدئين. انه الا مشيتي في هذه الطريق هذه وليتي كتعرف راسك انت شنو بغيتي، ما تبقاش تحتاج حتى شي واحد. كنقولوا حاجه انا دائما الاحتكاك كتستافد منه، ولكن ما تبقى تولي عندك واحد الاستقلال واحد لوطونومي ديالك خاصه، انك كتعرف تسمع، كتعرف هاد الشريط واش صالح ليك ولا ما صالحش ليك. يقدر الشريط اللي خرج به الطير مثلا وصل لواحد المستوى اللي هو ما شاء الله، ولكن تعطيه لواحد المولوع ما يقول لك هذا كلام ما والو، هذا ما مساويش، هذا راه ماشي ميزان، تقول لي راه فيه الاغر وده فلان فلانية اللي جاب فلان من هذا وفيه هذه وفيه الطلوق ديال فلان وفيه داكشي كلشي، يقول لك راه ما عندي ما ندير بيه لان داكشي ما مساويش. بحال جبتي لي شي معزوفه ديال بوب مارلي وحطيتي لي معزوفه ديال مكلتوم، وحده ديال معزوفه ديال عبد الهادي بالخياط، راه كلهم واري، ولكن حطيتهم لي في نفس الكاسيطه ركبتيهم. زوينه هادي عبد الهادي ديال عبد الوهاب، زوينه هادي ديال عبد الهادي بالخياط، هادي ديال الشاب خالد، هادي زوينه، ولكن اخوات شي راه ما مساويش. هادي راه ودن اخرى، هاد الودن اخرى ما عرفتش غنوصلوا ليها ولا وصل لها شي واحد الله اعلم، ولكن هادي هذا واحد المستوى اخر، فما كبير عليا ولا كبير على ما كبير عليا انا، لاني باش تخوض فيه صعيب بزاف. كنحاولوا نبحثوا في هذه المساله ديال الميزان ديال التغاريد، ان اي شريط خصنا، وتطرقت لها في واحد الحلقه، اي شريط اللي خصك تسمع ليه ومن الاحسن تسمع ليه انت بوحدك ماشي مع شي واحد، كونش معك شي مولوع، تسمع ليه بوحدك جالس كتسمع، تغمض عينيك وكتسمع الشريط من اول دقيقه الى اخر دقيقه. أنا داك ملي كيسالي الشريط هاد الإحساس غادي غيكونو دوزوه الموالي، سيتو الموالي القدام، ملي كيسالي داك الشريط كيخليلك واحد الانطباع، واحد الخلفية موسيقية، واحد الخلفية ديال واحد اللحن غريبة كتبقالك في الذهن ديالك، فحال إلا كيقولك هداك الشريط بأنه بحال شي بداية الوسط ديالو وها النهاية ديالو، واحد اللحن وسط الشريط غادي، وهذا واحد المستوى اللي كنا كنطمحو أننا نوصلو ليه وأننا نستوعبوه، بخلاف الأشرطة التي تروج الآن، كتلقى واحد المقطع فيه 10 دقايق اللي هو مساوي، وكيدوز عاوتاني واحد المقطع اللي فيه ميزان آخر، وكيدوز عاوتاني ميزان آخر، ربما من ناحية التركيبة، لأن الإخوة الطريقة كيفاش كيبداو يركبو. هو جلس امام بيسي، هو حط التساوق، هو حط المنفرد، هو حط هذا، كيدير واحد لا سيكونس هذا ديال 10 دقائق، وهذه الطريقه اللي قلتها للاخوان بدو يستعملوها، بدات دير شريط ديال 30 دقيقه كتخدم 10 دقائق الاول كتحطها، كدوز 10 دقائق الثانيه كتحطها، وكدوز 10 دقائق الثالثه وكتحطها، ولكن راه خاص واحد الميزان يكون غادي ما بين دوك لي 3 سيكونس، واحد الميزان اللي كتحس ما كاينش واحد لو شوك ما بين هاد لا سيكونس وهاد لا سيكونس وهاد لا سيكونس.
وتبارك الله راه كاين اخوان اللي في هادشي ديال التركيبات، يعني ما شاء الله سمعت بعض الاشرطه، اشرطه جميله جدا على حسب الاذن ديالهم حتى هما بيان سور. كاين اللي ودني كما قلنا حرشه، كاين اللي ودني روميه، كاين اللي ودني هذا. فهذا هو المجمل ديال هذه الحلقه، هذه اشاره بحال واحد صونيت دالار من الاخوان ديال اللي غادي يخدموا. نتمنى من الله انه الى خدم هذا العام واحد الشريط اللي يعجبو، وكان في لا طوندونس كما نقولوا الشريط اللي داير نيضة عليه رشا، وخدم به هذا العام، انه العام الجاي ما يتبعش طوندونس وراه يكمل به ويعاود ويبدا يرمم فيه. العام الثالث يبقى عليه ويبدا يرمم فيه، وكونوا على يقين الاخوان اللي درتوا هذا ثبتوا على واحد القاعده، واحد الاسس ديال واحد التركيبه تكون عندكم ديما فيكس. اشحال هادي كانوا الاخوان الموالي اللي قبل منا ملي كيسمعوا طائر كيتكلم كيقول لك هذا 100% ديال فلان ديال المولوع الفلان فلان، حيت عنده البصمه ديالو لانه هو اللي كيحط هذاك الكلام بهذيك الطريقه. وهذا الشيء افتقدناه ربما، علاش؟ لان كاين الهاجس ديال المباريات، نكون واقعيين، لان الانسان اللي كيدوز الكومبيتيسيون هذا كينسى المفاهيم الولاعيه الاصيله وداك الشيء كما قالوا كتولي الاله الحاسبه، خاص الطير يبدا يضرب يلا الفوق. وهذه المساله مشروعه ما فيهاش مشكل، ما كاينش اشكال في هذه القضيه، الا اننا خصنا مره نتنبهوا لهذه المسائل باش تبقى الهوايه غاده في واحد الجماليه، واحد الفلسفه ديالها اللي هي جميله، ما نخرجوهاش على السكه واحد الطريقه نهائيه. كاين اللي كيخرج ويرجع، ولكن دائما واتكلم مع كما نسميو الناس الرزان ديال الولاء، الناس اللي عندهم واحد الرزانه في الولاء، سواء في المغرب او الجزائر وفي اي بلاد، واحد المجموعه ديال الناس كيكونوا رادين البال مع التغريد. وهكا مشات الولاء في اسبانيا بهذه الطريقه، كاين الناس كيكونوا رادين بالهم مع التغريد، رادين بالهم مع ما يروج من تغريد في الساحه. فملي كتسمع شي تغريده بداو كيدخلوها بواحد الطريقه، يعني هذا كدير نقص خطر. اخوان هاد الاغنوده راه ما خدامهاش لينا في الهوايه، غادي ديروها واخا عجباتكم ديروها، حر نتايا هذاك شغلك، هذاك نتا حر بغيت تحفظ كلام ديال بيبي عطيه للمقرين شغلك انت، ما عندناش مشكل. ولكن خاص ناس اللي يكونوا رادي البال مع التالي. وهنا ربما هذه دعوه الاخوان القيمين على الشان الولائي في المغرب، واخص بالذكر الجمعيات، الناس اللي كياخذوا قرارات في الهوايه وداك الشيء، انهم يديروا مثلا لمالا واحد 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 ان كوميتي، ماش كيقولوا لها بالعربيه، واحد ان كوميتي، واحد المجموعه ديال الناس اللي كيكونوا اهل ثقه، الناس اللي مدوزين في الولاعه، الناس قدام، الناس اللي تعلمنا عليهم، ان دوك الناس يكون عندهم واحد عين ديال المراقبه على التغريد، ماشي عين جزريه ديال المولى غير كاستئناس بهم. ملي نبداو حنايا نبداو ندخلو شي تغريد، راه سيرتو مع التكنولوجيا، مع الميكساج، مع الشيء ديال لوجيسيال دو سون، راه كاين بعض الاخوان شويه كيبسلو شويه، كيبداو يزيدو فيه شويه، كيبداو يديرو دي ترانسفورماسيون دي ديزابيل كيبدا، وهداك الشيء ماشي في صالح الهوايه. بعض الخطرات الودن ديالك كطلب ليك، الهوا ديالك الودن كيطلبوك شي حوايج اللي خارج اطار الهوايه. وبيان سور هي مشروعه ك اطار المراهقه الولائيه، راه ما كاينش مشكل، راه نقبلوها منكم ما كاين حتى مشكل، ولكن خاص شويه ديال الانضباط في التغريد، اخص بالذكر في التغريد. فلما لا يكون مثلا واحد المجلس ديال الناس رزان في الهوايه، يكونوا راد، ماشي حكام، ماشي بالضروره يكونوا حكام، الحكام المهمه ديالهم شنو هي، يكونوا ضابطين القانون التغريد، عارفين هذه شحال كتاخذ من نقطه، هذه شحال كتاخذ من نقطه، شحال كتاخذ من نقطه، هما المهمه ديالهم ان كل مولوع عطاو حقه في التنقيط فقط. من الحكام يقدر يخرجوا لينا الناس الباحثين في التغريد، هذه الفئه ديال الباحثين في التغريد
ماشي بالضروره يكون حاكم. هاد الفئه اللي كيكونوا ناس سامعين الطبيعه مزيان، عندهم واحد الالمام كبير بالمجال ديال الطيور اللي في الطبيعه، سامعين المقنين مزيان، حفظوا الطيور بزاف، مارسوا الهوايه ديالهم واحد المده اللي هي طويله، كيعرفوا التطور ديال التغريد سواء في اسبانيا سواء في المغرب، تبعوا المراحل ديال تطور التغريد في المغرب من البدايه ديالو الى يومنا هذا، وكذلك كانت عندهم عين على ما يقع في اسبانيا مع كل ما هو تغريد اندلسي وتغريد مدريدي بين قوسين ديال الشمال، لان كتعرفوا بان هناك فرق كبير كان في البدايه الالفينيات بين ما هو اندلسي وما هو اسباني ديال الشمال. فالاذن الاندلسيه كانت اذن كما نقولوا مالاغوينيوس، يعني اذن مالاكي، بخلاف الناس ديال الشمال كان واحد الاذن اللي هي كامبيرا، كامبيرو يعني خلوي، كانوا كيخدموا الخلويه. واخا تجمعوا في اطار واحد الجامعه تبقى كل واحد كما ذكرنا قبل، كل واحد جيب الاذن ديالو، واحد جيب اذن خلويه وباغي يسيطر على الكوديكو، واحد جيب اذن اندلسيه وباغي يسيطر على الكوديكو. هذا موضوع حتى هو اخر، شي الولاع اخو الكلام في الولاع ما كيتقاداش، لان موضوع كيجبد داك الموضوع اللي كيكون كبار منه طويل عليه، ما عليناش. ف نتمنى ما نكونش طولت عليكم، ما بغيتش تفوتني الفرصه، لان كنت انا غادي ندير فيديو كل اسبوع، بما اننا في راحات اليومين هذا ديال العيد، فقلت نزيد واحد الفيديو، لان دار بيني وبين بعض الاخوان واحد المحادثه غير امس على هاد المسائل ديال الاشرطه وهذا، وبان لي بان الوقت مناسب باش ننبه الاخوان هاد المساله ديال اختيار الشريط. فنتمنى ان الميساج يكون وصل، ومره اخرى بالتوفيق ان شاء الله جميع الاخوان في التلقين ديالهم، وحاولوا الاخوان كما قلنا اننا ما نكثروش بزاف الطيور، دخلوا غير القياس ديالنا كما قلنا. فتحياتي واحترامات للجميع، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه مقبله. السلام عليكم.